إحياء لليوم المغاربي للتبرع بالدم، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى المركز الطبي الاجتماعي متعدد الخدمات للأمن الوطني عمر حرايق بالجزائر العاصمة عملية التبرع بالدم وسط منتسبيها، والتي تمتد إلى غاية 31 مارس الجاري، بهدف تزويد المستشفيات بهذه المادة الحيوية على أن تشمل كل مقرات الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني، حسب ما أورده بيان لمصالح الأمن الوطني.